السلام عليكم ورحمة الله. مشكلة هذا الشخص كان عندما يقوم بتشغيل السيارة تنطفئ مباشرة، وخاصة عندما يصل إلى أي مطب تنطفئ، إلا إذا قام عند تشغيلها وقام بالدعس على دواسة البنزين تبقى مشتغلة. ذهب لأحد الميكانيكيين قال له استبدل أسلاك البوجيهات، قام باستبدالهم نفس الأمر، قام باستبدال البوجيهات، كذلك قام باستبدال مضخة جديدة، بقي نفس الأمر. قال له اشتري مضخة بالكامل، اشتراها بالكامل، نفس الأمر. قال له استبدل فلتر الهواء، قام باستبداله. عندما لم تنجح كل هذه الأمور معه قال له اذهب لي وضع لها برمجة. ذهب لأحد المبرمجين قام ببرمجة أو عمل سكانير للسيارة، لم يجد أي شيء. هنا قام بإضاعة كل أموالها على هذه الأشياء ولم يفلح الأمر. في الأخير جاءني، والله سبب بسيط وجدته، هاته الدعسة. هذا لم يكن متصل بمكانه، سأحاول تقريب التصوير. إذن السبب هو هذا البرغي، شاهدوا لم يكن ملامس لهذه القطعة التي تقوم بالتحكم في دعسة البنزين، فهو كان بعيد عليها، هذا هو السبب. إذن أنا كل ما فعلته شاهد، لا تضيع لا أموال ولا إيش، فقط صامولة وضعتها هنا حتى أقوم برفع هذه الدعسة قليلا، لأن لا يتواجد لهذا البرغي. قلت له سيذهب ويشتري واحد آخر ويقوم بتركيبه بمكانه ويحاول ضبط الدعسة عادي دون إضاعة الأموال. سأحاول تشغيل السيارة الآن، كيف تشتغل بشكل جيد. إذن كما شاهدتم اشتغلت السيارة بشكل عادي. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.